كاربت في الأيام قرطاج السينمائية، وهي عندها متقول نعيمة شربيتي في توتال لوك. توتال لوك نعيمة، إن شاء الله خير. اليوم ديما خير الحقيقه نهار الاثنين، وحبيت نقول اوفر اول راهو المهرجان ايام كارتاج السينمائيه حاجه ياسر حلوه في البلاد، وهي كان مش الافلام فقط، هو فرصه للروب يا زينب والبايات والمكياج والمجوهرات. اش قولك انت؟ تمشي معايا؟ انا نمشي معاك. انا نعمل 66 كيف على الروب اللي محلاهم، وزعما زعما حديث الرجال، بربي يا رجال نقصوا شويه من التقطيع والتريش على الروب الفنانات نتاعنا، شجعوا اسكتوا. الديكولتي نتاع ليلى علوي زاد ما عجبكمش يا اخي، ما حبيتوش تحكيوا عليها. يلا تعالوا، مرحبا بها ومرحبا بالفنانات الكل التوانسه. مقصوده جدا، مقصوده جدا. زينب اخترت لك مريم بن حسين لعده اعتبارات. مريم بن حسين اللي انيقه ديما، وتحيه لها ديما خاطر ظهرلي زاد ديما تسمع فينا. مريم بن حسين نسلموا عليك برشا. نسلموا عليك يا مريم، يا اعلاميه ويا ممثله زميلتنا، نسلموا عليها برشا. دونك كيف ما قلت لكم، هذا جي سي سي مش كالافلام فقط، هو فرصه للبايات والمكياج والمجوهرات، وانا كالعاده ما فلتش كل كبيره وصغيره، وخاصه نصور احسن لوك واللي بيغ لوك خليهم لنهار الجمعة استنوني. هو الحقيقة باش نكون صريحة معكم، مريت شروبة دوخ الكلهم ديجا فيو، وزيد ما شفتش كرياسيون يا زينب بتليق بريد كاربت كيما الجي سي سي. انت ما ريتش حاجه هكا عجبتك؟ اي كلهم ديجا فيو الحقيقه، معناتها بخلاف مريم. انا الحقيقه زاده فما شكون عجبتني، فما اي اما ديجا فيو نعملوا دوره نشوفوا شكون عجبتني. اما ديجا فيو قلت لك معناها ما فماش حاجه واو، خاطر هند ودره وفريال ما حضروش، كان حضروا هما راهي تبدلت. انا مش موافقتك برشا، ما يسالش كمل تو نعطيك راي بعد. لكن اوفر اول الحقيقه نتعدي، وحبيت نذكر اللي مهرجان دبي ومراكش انتهوا اي وفي الجي سي سي هي الاصل والبقي تقليد، الحمد لله يا ربي، هذاك علاش انا ديما نتفاخر باني تونسيه. اخترت لكم لوك مريم بن حسين اللي التصويره موجوده على باج اي اف ام، اللي عجبني لانه متكامل ومتناسق مع بعضه لعده اسباب. اي شو ما هم؟ مريم لبست روبه طويله حمراء ديكولتي من نوع التفته، فيها برشا تفاصيل من الاكتاف كما تشوفوا في أي. في التصويرة، ونسقت مريم الروبة الحمراء الأوت كوتشوغ مع مكياج ناعم وقصت شعر الكاريه اللي هي تراند، وهوني مريم تبدو جريئة جدا لأنها قصت شعرها مش من عوايدها الحقيقة. صحيح، وشعرها يقولوا اليوم مزيان برشا يفتق شعرها. أنا كيفاش تخليت عليه حتى أنا لازمني نسألها. نسألك يا مريم جاوبني. أنا نحبك جوست تجاوبني قداش تستاهل مريم بن حسين من نوار على خمس. لحظة والكوتكوغ بالنسبة لي هو زينب، هو الاكسسوار الديامون. أي نعم الديامون اللي لبستها مريم كيف الكولي اللي زادوها نعومه، او راهو اول مره نشوف ممثله لابسه ديامون في حفل افتتاح. ديامونت ديامونت مريم قداش تستحق زعما؟ ما نعرفش، تقول لنا قداش تستحق من نوار على خمسه. لوك مريم عجبني لانه بسيط ورقي في نفس الوقت، وباش نعطيها 4.25 على خمسه نوارات. انا فاكره من عمت الباك انا ما ريتهاش، معناتها فاصل 25 منين خرجتها فاصل 25؟ هذه الريسيت نتاعي. مبروك مريم، بارك الله فيك على اللوك نتاعك، على خاطر استحقيت 4.25. انا عجبوني برشا روبرا، انا زاد عجبوني برشا برشا اطلالات الحقيقه، ومانيش موافقه لبرشا ناس برشا تهكم على الاخر. اما انا فما مقدمه برامج اللي هي اسمها زهره بن ميم، والحقيقه زهره في منتهى الاناقه البارح، حاجه من ولا العقل. تبارك الله عليك يا زهره، زاد هي تسمع في البرنامج نتاعنا.